مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة صوت العدالة الأوفياء، في هذا الأثناء كنتواجدوا مع السلطات المحلية وبالضبط السلطات اللي كتنتمي لجهة حي كريمة من أجل حملة تحسيسية بمرض كورونا. تنشكر السلطات المحلية على هذه المبادرة القيمة. مشاهدينا الكرام، في هذا الاثناء التحاق رجال الامن الوطني، تشكرهم حتى هما على المشاركه والمساهمه ديالهم في الحمله التحسيسيه رفقه السلطات المحليه ديال حي كريمه بمدينه سلا. باش نحدوا من انتشار فيروس كورونا خطير، كنطلبوا منكم تبقاو في ديوركم مع وليداتكم وما تخرجوش الا عن الضروره القصوى، وحدوا الزيارات والمناسبات العائليه، وما تجمعوش الشوارع والزنقة والساحات والأماكن العمومية، وتشدوا السلام على بعضياتكم لا باليد ولا بالوجه. غادي نحمي نفوسنا ووليداتنا ودربنا ومدينتنا وبلادنا العزيزة من انتقال هذا الفيروس الفتاك. وبالتمام والتضحية اللي معروفة علينا حنا المغاربة، غادي نجحوا إن شاء الله في هذا الامتحان الصعيب. خوتي خواتاتي المغاربة، باش نحبسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. باش نحسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. باش نحسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. الامتحان صعيب. خوتي خواتاتي المغاربه، باش نحسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. باش نحسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. باش نحسوا الانتشار خاصنا نجلسوا في الدار. خوتي خواتاتي المغاربه، هذا صعيب. باش نحدوا من انتشار فيروس كورونا خطير، كنطلبوا منكم تبقاو في ديوركم مع وليداتكم وما تخرجوش، وما تجيبوش الإشاعات، ولا تخرجوش الكفار من الزيارات والمواد العلاجية. ساعة ساعة سميتو ولا تصبروا، تبقاو في ديوركم إن شاء الله، تبقاو في ديوركم مع وليداتكم وما تخرجوش إلا عن الضروري.
توفر من السلع والمواد الغذائية الأساسية. باش نحسوا الانتشار خاصنا نحسوا الدار. خوتي خواتاتي المغاربة، في هذا الظرف الصعيب وباش نحدوا من انتشار فيروس كورونا خطير، كنطلبوا منكم تبقاو في ديوركم مع وليداتكم وما تخرجوش الا عن الضرورة القصوى، وحدوا من الزيارات والمناسبات العائلية، وما تجمعوش في الشوارع والزناقي في الساحات والاماكن العمومية، وتجنبوا السلام على بعضياتكم. باش نحسوا الانتشار خاصنا نقصوا في الدار. باش نحسوا الانتشار خاصنا نقصوا في الدار. خوتي خواتاتي المغاربة، في هذا الظرف الصعيب وباش نحدوا من انتشار فيروس كورونا خطير، كنطلبوا منكم تبقاو في ديوركم مع وليداتكم. الناس راهم في السوق، كاين واحد التعاون جميع المغاربه، اللهم واحد الفئه قليله اللي الحمد لله راه غادي نحاولوا نزيدوا التكسيس، نواصلوا التكسيس باش الناس يقتنعوا، خصو يكون التعاون باش الله نميتريزيو هذه الجائحه. الجائحه ديال هذاك التوزيع ديال المنشورات كان توزيع ناجح الحمد لله. تنشكروا الاخوان ديال جمعيه المشروع المدني، الاخوان ديال السلطات الحكوميه، عوام السلطه، يعني جميعا الحمد لله هذا حمد ديالنا جميعا. وباذن الله غنجتازوا الامتحان العسكري ان شاء الله باذن الله. والمغاربه راه المغاربه ديما معروفين في وقت الهزه كيكونوا لما وحده، كما تنقول لما وحده الحمد لله. ودازوا يعني امراض سابقه، ولكن ديما المغاربه تبقى من لما وحده برئاسه يعني القياده الرشيديه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. نتمنى ان شاء الله في القريب العاجل نتغلبوا على هذه الجائحه ان شاء الله. ان شاء الله. وتحت شعار الله الخالد الله الوطن المعين. وتبارك الله عليك. شكرا لك. كنا غادي نبقاو على الجائحه، ولا كنا غادي نتصل بهم ان شاء الله. هذا الاخوان سيروا دابا ارتاحوا. كل شيء نواصلوا ان شاء الله. انا دابا راه مدبوج النادي. مرحبا. هذا الرشيد يا صاحبي الجلاله. تبارك الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم.